لو الحكايه فيها ان فيتو يعني انا بغض النظر عن الاثنين احنا يعني طالما الاراضي متوفره هنقدر ندخل هذا المشروع وهذه العدد من الوحدات ان شاء الله في خطه مشروع الاسكان الجماعي، وبالتالي وايضا بننسق احنا مع القوات المسلحه بحيث ان نقدر يعني يبقى المشروع بيتنفذ من الجهتين ان شاء الله بالتوازي في هذه المرحله دي. انما احنا بالنسبه لنا كوزاره الاسكان هنقدر ندخل هذه الوحدات ايضا في ضمن مشروع الاسكان الجماعي، يعني ما عندناش فيها اي مشكله للاستثمار، ونبدا حتى نسرع شويه في ادخالها في الخطط بتاعتنا طالما الارض متوفره ان شاء الله ان احنا ندخل عدد كبير منها على طول فورا في الخطه السنه الجايه باذن الله. المرافق الداخليه والخارجيه، المشروعات الاسكان، يعني انا طبعا دي برضو يعني قطاع الاسكان عندنا يا ريت نبدا نشتغل عليها، وهشتغل على حضرتك ورد على حضرتك فيها نقدر نعمل ايه فيها. يمكن هنستعين برضو بالجهاز المركزي للتعمير في هذا الموضوع ايضا، يعني في بعض الحاجات انا هنا هدرسها فورا مع الجهاز المركزي للتعمير بحيث نقدر نشوف نقدر نعمل ايه، زي موضوع الكوبري اللي حضرتك اشرت اليه، وايضا موضوع الاسوان اللي حضرتك اشرت اليها برضه هنشوفها ان شاء الله على طول باذن الله ان شاء الله. بالنسبه لموضوع تطوير حزبه ابو عوف، انا يعني انا في تصوري حضرتك وده نحاول نعمله طبعا يعني الحقيقه مع وزاره التخطيط وبعض الجهات المانحه، هم ممكن يبقى عندهم استعداد كبير ان هم يعني يمولوا حاجات زي كده، لان التطوير عشوائيته مهتمين بيها قوي. فانا يعني احنا خططنا مع لسنا مع الوزير الدكتور شعب، وانا على وعد ان نسيب بعد ما نرجع من الوقت ان شاء الله ان شاء الله. بس وحضرتك يعني باكد وانا وهو نقدر نشتغل على هذا الموضوع يعني، وربنا يكرم حظي، لان ده يعني اعتقد ده كله هيبقى فيه يعني رغبه كثيره من جهات كثيره انها تدخل فيه يعني ان شاء الله ان شاء الله. بالنسبه للميه طبعا والصرف الصحي، احنا طبعا يعني انا باكد على كل احنا ماشيين ضمن البرنامج الزمني اللي حضراتكم طبعا وعد بيه المهندس ابراهيم محلب، وان احنا شغالين فيه الطلبات الجديده دي، يعني اللي هنقدر يعني الحاجات في حاجات كلها دلوقتي الحمد لله بتخلص محطوط لها خطط زمنيه، يعني يمكن منطقه جنوب بورسعيد اللي هو رفع كمان المحطوط النقالي والكلام ده كله احنا بنتكلم على ست شهور بالفعل بدات. الجزء الخاص بضرب بورسعيد ده اعتقد يعني هنبقى نحاول فعلا ان لازم الموضوع تحليل ميه بقى نفكر فيه هو ونقدر ان احنا يعني في الدراسات تمام. ويعني انا عايز اكده بس لحضرتك يعني طبعا ان احنا يعني تحت امر حضرتك في كل شيء، وان شاء الله يعني في تنسيق كامل وكل المشروعات المطلوبه باذن الله يعني على قد ما هنقدر هندخلها في اسرع وقت ممكن باذن الله. وانا بس هوضح لحضرتك احنا ال 4032 وحده اللي هم بنسميهم القوات المسلحه دول كانوا من ضمن ال 50,000 وحده يعني. الحسبه التازيه اللي هي من ضمن المليون هم دول اللي انا بقول عندي مكان يستوعب 17,000 من المليون. حضرتك انا عايز اقول لحضرتك ده اللي انا بقوله، يعني احنا بالفعل كدوله ماشيين في مشروع الاسكان الاجتماعي. والاسكان الاجتماعي يعني فعليا الوحده هي 90 متر وثلاث اوض وصاله، فدول انا عشان كده انا بقول ان احنا هنقدر حتى جنبا الى جنب غير مشروع القوات المسلحه اللي اعلن عنه الجديد هنقدر نشتغل بالتوازي، احنا ناخد جزء وهم ياخدوا جزء على اساس ان احنا نسرع بعمليه التنفيذ. يعني نقدر احنا ناخد جزء من حزمة الدوله مباشره ويبقى جزء ايضا من هذا المشروع ان شاء الله في المرحله القادمه.